مرحبا، أنا لقاء عثامنة، وبفيديو اليوم رح نحكي عن طريقة عمل Literature Reviews أو مراجعة الأدبيات اللي عادة بتنطلب لرسائل الماجستير والدكتوراه، وممكن برضو تستفيدوا منها بكتابة الأبحاث بشكل عام. أهم شيء إنه رح نتعلم كيف نعملها بثلاث خطوات بسيطة وواضحة. تابعوني وخلونا نتعلم سوا. طريقة عمل الليترشر ريفيوز أو مراجعة الأدبيات لرسائل الماجستير والدكتوراه، بدنا نفهم شو هي وليه بنعملها، وهيك بصير أسهل علينا نفهم كيف نعملها. خلونا نبدأ بفهم أهداف مراجعة الأدبيات أو الليترشر ريفيوز. الهدف الأول والأساسي من عمل الليترشر ريفيوز إنك تثبت إنك عندك فهم قوي وكافي للأبحاث الموجودة بمجالك أو القريبة على سؤال بحث الماجستير أو الدكتوراه اللي ناوي تعمله. هذه رسالتك حتكون عن موضوع معين، ومهم توجه القارئ انه بغض النظر عن سؤال بحثك وبغض النظر عن هدف رسالتك، انت فاهم وعارف لوين وصل العلم بهذا المجال وشو الابحاث السابقة نشرت. هاد صراحة اول واهم هدف للليترشر ريفيوز. الهدف الثاني لمراجعة الادبيات او الليترشر ريفيوز بيفيد بحثك بشكل خاص، من ناحية انه بيثبت للقارئ انه في فجوة بالعلم وانه البحث اللي بدك تعمله مهم وما انعمل قبل. بدك توجه القارئ انه في حاجة لبحثك. عادة الجامعات ما بدها اياك تعمل اشي انعمل قبل مليون مرة، لانه شو الفائدة او شو رح تضيف. لذلك فائدة الليترشر ريفيوز بتخليك تدور على كل الابحاث السابقة بمجالك وتعرف وين الفجوة او النقص بالعلم وكيف ممكن تعمل اشي ما انعمل قبل، سواء بسياق جديد او بلد جديد او ظروف معيشية مختلفة عن اللي كانت بالابحاث السابقة. باختصار بدك تعطي صورة واضحة عن الحاجة لبحثك وأهميته. هلأ في هدف ثالث أو بونس لمراجعة الأدبيات واللي ممكن ما ينطبق على الجميع، واللي هو إنها تساعدك على بناء أساس الميثودولوجي أو طريقة بحثك. لما تراجع الأبحاث السابقة بمجالك أو المتعلقة بسؤال أو هدف رسالتك، رح تلاقي بعض الدراسات المميزة القريبة من موضوعك وتشوف هم شو عملوا، شو الميثودولوجي للبحث تبعهم، هل استخدموا التحاليل النوعية أو qualitative analysis، هل استخدموا التحليلات الكمية أو quantitative analysis، هل نشروا الاستبيان اللي استخدموه، هل في أسئلة بالاستبيان تبعتهم مهمة لبحثك ممكن تضيفها لرسالتك، وهيك. الخلاصة مراجعة الأدبيات أو literature reviews مفروض تساعدك تظهر علمك ومعرفتك بالموضوع اللي هتبحث فيه، توضح الفجوة بالعلم اللي بحثك حيساعد فيها، وتساعدك تحصل على أفكار أو حتى أدوات مفيدة لتقوي طريقة بحثك أو الميثودولوجي. هلأ خلونا نحكي عن طريقة مراجعة الأدبيات أو Literature Reviews. في ثلاث خطوات أساسية لمراجعة الأدبيات أو Literature Reviews. بهذا الفيديو رح أشرح لكم عن هذول الثلاث بالتفصيل. الأول Searching the Literature أو تحديد مصادر الأدبيات الرئيسية. الثاني logging, cataloging and synthesizing the literature، بدنا نسجل الأدبيات، نفهرسها ونرتبها أو نربطها ببعض. والثالث outlining and writing up your literature review، نجهز الأوتلاين ونكتب. رح أبدأ بالخطوة الأولى. زي ما هو متوقع، الخطوة الأولى هي تحديد مصادر الأدبيات الرئيسية أو searching the literature. بدنا نلاقي الأبحاث السابقة اللي بموضوعنا. رح أحكي لكم اليوم عن أربع مصادر مفيدة لتلاقوا الأبحاث المتعلقة بموضوعكم. المصدر الأول هو جوجل سكولر. على الأغلب أنتوا سامعين بجوجل سكولر، إذا ما بتعرفوا رح تلاقوه على scholar.google.com. جوجل سكولر هو محرك بحث زيه زي جوجل العادي أو باقي الإنترنت، بس متخصص بالمنتجات الأكاديمية والعلمية، وهو بيعتبر محرك بحث قوي وموثوق لأنه بيستخدم تكنولوجيا جوجل وبيقدر يلاقي عدد كبير من الأبحاث ذات العلاقة إذا تستخدم keywords أو كلمات بحث مناسبة. جوجل سكولر مفيد جداً وبيعطيك فكرة أولية عن الأبحاث الموجودة. إشي مميز بجوجل سكولر إنه بيورجيك citations أو كم مرة البحث ذكر بأبحاث منشورة أخرى. هاد بيعطيك فكرة جيدة عن أهمية وقوة أي دراسة. طيب الخطوة الأولى أنك تدور بجوجل سكولر على الأبحاث المتعلقة بدراستك باستخدام keywords أو كلمات أساسية إلها صلة ببحثك، وبدك تلقي نظرة سريعة على كل الأبحاث اللي لقيتها وتقرر مين فيهم مناسب لدراستك ومين لا. بدك تقرأ العنوان والأبستراكت أو الملخص لكل الأبحاث اللي إلها علاقة ببحثك. هاي القراءة السريعة رح تعطيك فكرة أفضل عن محتوى هاي الأبحاث وتقرر إذا بتناسب بحثك أو لا.
إذا العنوان والأبستراكت ما كانوا واضحين أو كافيين لنقرر إذا دراسة معينة إلها علاقة برسالتي أو لا، تقرأ المقدمة للبحث الانترودكشن والخاتمة الكونكلوجن. إذا البحث إله علاقة برسالتك بتحفظه على الجهاز لتقرأه كامل بعدين. كثير أبحاث موجودة على جوجل سكولر متوفرة مجانا للجميع، بس برضو في أبحاث ما رح تلاقيها كاملة على جوجل سكولر مجانا ورح تضطر تشتريها أو تطلبها من مكتبة جامعتك. أنا شخصيا ما عمري اشتريت أبحاث، بلاقي أغلبهم على جوجل سكولر أو بلاقيهم على موقع مكتبة الجامعة اللي بدرس فيها أو بشتغل فيها أونلاين. هلأ إذا لقيت أبحاث إلها علاقة بدراستك وموجودة أونلاين مجانا، نزلها على جهازك مشان تقرأها كاملة. إذا في عدد من الدراسات اللي بدك إياها مش موجود مجانا أونلاين على جوجل سكولر، اعمل ليست حط فيها كل هاي الأبحاث، وانتبه إنك تكتب اسم البحث بالضبط زي ما هو مكتوب مع أسماء المؤلفين، وتعال معي نتعرف على المصدر الثاني للمعلومات، مكتبة الجامعة. كل جامعة بتعطي طلابها أكسس لمجموعة ضخمة من الأبحاث والمحتوى المرخص عن طريق مكتبة الجامعة أو اليونيفرسيتي لايبراري، لذلك على الأغلب تلاقي الأبحاث اللي ما قدرت توصلي لها بالكامل عن طريق جوجل سكولر بمكتبة الجامعة. بدك تعمل كوبي بيست لعنوان البحث بالضبط مثل ما لقيته بجوجل سكولر وتدور عليه بموقع مكتبة الجامعة أونلاين، وعلى الأغلب تلاقيه. إذا ما لقيته بتبعث إيميل لمسؤول المكتبة، عادة معلوماتهم موجودة على موقع المكتبة، وبتسألهم إذا بيقدروا يأمنوا لك البحث أو الورقة العلمية. كثير مهم لما تدور بمكتبة الجامعة إنك تعمل كوبي بيست للعنوان بالضبط، لأنه عادة التكنولوجيا المستخدمة لأنظمة البحث بالمكتبات بسيطة، فإذا ما كان العنوان كامل وبالضبط ما بيطلع بالنتائج، وعلى الأغلب بيطلع لك مقترحات لأبحاث ثانية ما بدك إياها. المصدر الثالث اللي بدك تدور فيه على أدبيات أو أبحاث هو عن طريق السنوبولينج. السنوبولينج بيبدأ ببحث وبينتهي بعدة أبحاث، زي السنوبول أو طابة الثلج اللي نازلة من جبل، بتبدأ صغيرة وبعدين بتكبر وهي نازلة. للي ما بيعرفوا السنوبولينج باختصار، بدك تنزل بحثين أو ثلاث إلهم علاقة قوية، ركزولي على قوية، بسؤال بحثك. بتروح على نهاية هاي الأبحاث وبتشوف قائمة المراجع أو الريفرنسز. هاي القائمة بتلاقي فيها كل المراجع اللي اعتمدوا عليها هذول الأبحاث، أو بمعنى آخر أساس هاي الأبحاث. بدك تركز بهاي القائمة وتشوف إذا فيها أي دراسات بتتعلق بسؤال رسالتك أو بحثك ما طلعوا معك لما دورت بجوجل سكولر أو مكتبة الجامعة. إذا بتلاقي إشي جديد بترجع لجوجل سكولر بتدور عليه وبتقرأ الأبستراكت تبعه وبتقرر إذا إله علاقة ببحثك أو لا. إذا إله علاقة بدك تعيد نفس الخطوات، تحفظ الدراسة، تروح على قائمة المراجع، تدور على أبحاث زيادة إلها علاقة، وهيك لبين ما تلاقي كل الكنز المدفون من الأبحاث المتعلقة بسؤالك. انتبهوا إنه في احتمال تصيروا تلاقوا معلومات كثير قديمة تغيرت أو إجا أجدد منها، فبدكم تعرفوا متى توقفوا السنوبولينج بحيث ما ترجعوا كثير كثير بالتاريخ لورا. آخر مصدر لتحديد مصادر الأدبيات الرئيسية أو searching the literature هو البحث برسائل الماجستير والدكتوراه. رسائل الماجستير والدكتوراه مفيدين لك كطالب ماجستير ودكتوراه، لأنهم الطلاب اللي كتبوهم كانوا زيك بمكانك قبل فترة وعملوا نفس الشغل اللي انت هلا بتحاول تعمله. فأنت عندك مثال لشو مفروض تعمل. لتلاقي رسائل الدكتوراه القريبة على رسالتك، أول شي بدك تدور على الرسائل المنشورة بجامعتك. بالإضافة للرسائل المنشورة بجامعتك، في كتير داتابيسز بتقدر تدور فيها لتلاقي رسائل ماجستير ودكتوراه. من الأمثلة على هاي المواقع ProQuest. أنا برضو راح أحط لكم لينكات لأهم المواقع اللي بتقدروا تلاقوا فيها رسائل الماجستير والدكتوراه تحت الفيديو. رسائل الماجستير والدكتوراه عادة سهل تلاقيهم كاملين ومجانا، لكن كونوا حذرين لما تاخذوا منهم معلومات، لأنكم بتتعاملوا مع شغل طلاب وما بتعرفوا شو كان تقييمهم النهائي أو علامتهم. إحنا بنعرف إنهم نجحوا، بس ما بنقدر نعتمد بشكل قوي على رسائلهم إذا مش منشورة كأبحاث محكمة. بس بكل الأحوال بضلوا مفيدين لنلاقي أبحاث إلها علاقة بسؤالنا. هاي باختصار الخطوة الأولى لكتابة Literature Reviews، نلاقي Literature. هلأ بدنا ننتقل للخطوة الثانية واللي هي Logging, Cataloging and Synthesizing the Literature. بدنا نسجل الأدبيات، نفهرسها ونخطط فكرة الرسالة. زي ما أنتم شايفين الخطوة الثانية بتتضمن ثلاث وظائف مهمة، رح أحكي عن كل واحدة بالتفصيل. شو يعني logging the references information أو تسجيل المراجع؟ تسجيل المراجع هو ببساطة أنك بعد ما تلاقي الأبحاث اللي إلها علاقة بسؤالك تدخلها على برامج إدارة المراجع أو reference management softwares. من الأمثلة على برامج إدارة المراجع مندلي أو إندنوت، أنا شخصيا بستعمل paper pile.
إذا ما عمركم استخدمتوا هاي البرامج فنصيحة تتعلموا عليها وتبدأوا باستخدامها، لأنها كثير رح تسهل عليكم كتابة الأبحاث. في كثير فيديوهات على اليوتيوب بتعلمكم كيف تستخدموهم. إذا بتحبوا أعملكم فيديو مشروح باللغة العربية عن طريقة استخدامهم اكتبوا لي بالكومنتس. لما تبدوا تسجلوا الأدبيات بهاي البرامج رح تلاقوا إنه كثير من هاي البرامج مربوطة بجوجل سكولر وسهل إدخالها مباشرة، يعني ما رح تحتاجوا تكتبوا المعلومات عن كل بحث. حطوا كل الأبحاث اللي لقيتوها وإلها علاقة بسؤالكم ببرامج إدارة المراجع أو Reference Management Softwares، حتى لو ما حتستخدموهم كلهم بالرسالة حطوهم هلأ وبعدين بتقرروا. لما تبدوا كتابة رح يكون إدخال المراجع على رسالتكم سهل جدا، بحيث بس تكتبوا العنوان أو جزء منه بتطلع لكم كل معلوماته وبتنضاف للرسالة. هلأ بعد ما سجلنا كل المراجع اللي لقيناها بدنا نفهرسها، أو اللي بيسموه Cataloging Your Information. هاي الخطوة مهمة كتير، يمكن حتى أهم من الخطوة اللي قبلها. عادة إذا عامل Literature Review كويس على الأغلب يكون طلع معك يمكن 100 ورقة علمية أو 200 أو إشي مثل هيك، وطبعا ما رح تكون متذكر ليه قررت تخلي كل واحدة من هدول واعتبرتها متعلقة ببحثك. لهيك ترتيبهم بمجموعات بحيث تعرف كل ورقة بأي سكشن أو فقرة حتلزمك مهم وحيساعدك بالكتابة. تقدر تستخدم إكسل أو برامج إدارة المراجع اللي حكينا عنهم قبل. بدك تلخص بجملة أو ثنتين شو الكي بوينتس لكل ورقة علمية، مثلا هدفها أو موضوعها اللي بتعلق بسؤالك. يعني ممكن ورقة علمية فيها أكثر من موضوع بس جزء صغير منها له علاقة بموضوعك، بدك تحط هاي المعلومة بس مشان لما ترجع للورقة وقت الكتابة تعرف بأي سكشن تحطها. إذا مقرر أنت السكشنز والسب سكشنز اللي بدك إياهم لموضوعك، بتقدر ترتب هاي المراجع حسب الأوتلاين تبعك أو السكشنز اللي مقررهم. مثلا إذا موضوعك بيتعلق بمرض السكري، بالمقدمة أنت عارف أنه حيكون في مثلا سكشن رح يحكي عن تأثير مرض السكري على الاقتصاد، وسكشن رح يحكي عن تأثيره على صحة الإنسان. لما تكون قاعد بتعمل كاتالوجينج أو بترتب المراجع، بتقدر تكتب اسم السكشن اللي بتتوقع تستخدم فيه هذا البحث. بس تخلص إضافة لهاي المعلومات لكل الأبحاث اللي جمعتها، بتقدر ترتبهم وتعمل فلتر حسب السكشن وتنتقل للخطوة التالية. لتسهل على حالك اختار المواضيع اللي بدك تكتب فيها مسبقا. بعض الأوراق العلمية ممكن تنتمي لأكثر من سكشن، وهذا طبعا عادي ومتوقع، بس تصير وقت الكتابة النهائية رح تلاقي إنه هاي الخطوة كثير وفرت عليك وقت وجهد. أي معلومة بدك إياها بتقدر بسرعة تلاقيها إذا استخدمت كيورد صحيحة لترتيبها. لذلك خذ وقتك وانت تعمل الكتالوجين، لا تستعجل ابدا ورتب معلوماتك صح وحتوفر كثير وقت بعدين. طبعا تقدر تعمل اكسل شيت خاصه فيك على كيفك، او بتقدر تلاقي اونلاين كثير فورمز او امثله على الكتالوجين تقدر تنزلها وتستخدمها لرسالتك. هلا رح نحكي عن الخطوه الثالثه synthesizing the literature. بالخطوه هاي بدنا نحاول نستوعب كل المعلومات اللي جمعناها ونقرر كيف حنربطها ببعض ونعمل منها قصة ممتعة للقارئ وفيها حبك. احنا لحد الآن جمعنا كل المعلومات المطلوبة، قررنا بأي سكشن بدنا نحطها، بس كيف بدنا نرتب السكشنز؟ كيف بدنا نربط هاي السكشنز ببعض بطريقة متسلسلة بحيث نحكي قصة واضحة ونوصل للنقص أو الفجوة الموجودة بالعلم ونقنع القارئ إنه بحثنا رح يسكر هذا النقص أو هاي الفجوة؟ بدك تفكر بكل المعلومات اللي جمعتها وتحاول تفهم كيف هاي القطع الصغيرة رح تنربط مع بعض، مين نتائجه متوافقة على موضوع معين، مين ضد هاي النتائج، كيف كل مجموعة من الدراسات رح تنحط سوا، شو القصة اللي بدك تكتب عنها. هاي الخطوة صعب جدا أحكي لك كيف تعملها لأنها بتختلف حسب موضوعك، الأوراق العلمية اللي لقيتها وسؤال بحثك. بدك تقعد مع حالك شوي وتفكر كيف يكون الترتيب الصح للسكشنز تبعك، بشو تبدأ، كيف تنهي، وشو يكون بالنص. في ناس بيحبوا يرسموا على ورقة مخطط البحث، أو يعملوا خريطة ذهنية أو mind mapping، أو يكتبوا على لوح أبيض كبير تسلسل الأفكار وترتيبها. بغض النظر عن الطريقة اللي بتقرر تستخدمها، بس تخلص هاي الخطوة رح يكون عندك فكرة واضحة عن بحثك ورح تكون جاهز لآخر خطوة بالliterature reviews إنك تبدأ بالكتابة. هلأ بدنا نبدأ بالكتابة، بدنا ننتقل لمايكروسوفت وورد أو مثلا جوجل دوكيومنت ونبدأ نكتب. أول خطوة بدنا نعملها بالكتابة إن نجهز الأوتلاين النهائي. بدك ترجع للورقة اللي رتبت عليها أفكارك أو الوايت بورد وتحط السكشنز الرئيسية اللي قررتها وأي سب سكشنز تابعة لها. هذا الأوتلاين هو حجر الأساس ولازم يكون أول شيء بنبدأ فيه بمرحلة الكتابة. في ناس بيرتبوا الأوتلاين حسب الزمن، يعني بيبدوا بكيف العلم اكتشف ظاهرة معينة، كيف مع الوقت تطور فهمنا لهذه الظاهرة، وبعدين وين وقف العلم، شو هذا البحث راح يضيف.
في ناس بيرتبوا الاوتلاين حسب المواضيع، فمثلا اذا عندنا مرض معين له عده اسباب او ريسك فاكتورز، ممكن الاوتلاين يحتوي على سكشنز مفصوله لكل ريسك فاكتور او مسبب. ريسك فاكتور رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4، وبعدين كيف هدول الريسك فاكتورز بيساهموا بمشكله معينه او اوتكم معين. كل سكشن يمكن يحتوي على عدد من السب سكشنز حسب الحاجه. كل مؤلف له حريه باختيار الاوتلاين المناسب لسؤال بحثه. طبعا ممكن خلال الكتابة تقرر تغير الاوتلاين او تعدل عليه، عادي وبتصير دائما. المهم نبدا باوتلاين واضح والتعديل بصير بعدين. بعد ما نخلص الاوتلاين بدنا ننتقل للخطوه التاليه والاخيره واللي هي كتابه المحتوى. قبل ما تبدا كتابه بدك تحط ببالك فكره مهمه، perfection او الكمال مش الهدف من المسوده الاولى او الفيرست درافت. اسمعوني مزبوط وركزوا معي، الهدف هلا تكتب كل المعلومات اللي جمعتها. لا تحاول ابدا ابدا انك تدقق على انه كل شيء يكون كامل ومثالي وبيرفكت. افضل شيء بتعمله لحالك بهاي المرحله انك تكتب اكبر قدر ممكن من المحتوى وتحطه على الورق. الكمال والبرفكشن رح نشتغل عليه بعدين. لا تضيع كثير وقت على التعديل والتظبيط والمراجعه وانت لسه مش مخلص كتابه الدرافت الاول. انت بهاي المرحله بدك بس تكتب كل المحتوى اللي حيكون برسالتك. ما دام الاوتلاين موجود، لما تعبي المحتوى حتبدا تتوضح عندك القصه وتبين. بدي اعيد، مش ضروري باول درافت او مسوده يكون كل السكشنز جاهزين او نهائيين. المسوده الاولى هدفها تكتب كل شيء بغض النظر عن السلاسه بالكتابه والكمال. بنصحكم بعد ما تكتبوا كل شيء وتجهزوا المسوده او الفيرست درافت انكم تاخذوا يوم او يومين استراحه قبل ما ترجعوا تقراوها وتعدلوا عليها. لما ترجعوا تقرأوا المسودة للليترشر ريفيو عدلوا عليها وتأكدوا انها سهلة القراءة وواضحة ومتسلسلة. حسنوا تدفق المعلومات، حطوا اي تفاصيل اضافية ناقصة عن اي نقاط مهمة، قللوا تفاصيل عن اي نقاط غير مهمة. وبعد ما تعدلوا الدرافت وصير مثل ما بدكم، بقترح عليكم تعطوه لحدا من اصدقائكم او افراد اسرتكم وتطلبوا منهم يقرأوا. لا تشرحوا لهم كثير عن الموضوع، بس اعطوهم يقرأوا وخليهم هم يحكوا لكم اي ملاحظات وإذا استمتعوا بقراءته ولا ما فهموا الموضوع. خليهم هم يحكوا لكم شو فهموا وانتوا قرروا إذا فهموا صح ولا لازم تعدلوا على المكتوب ليصير أوضح للقارئ. مفروض لما حدا ما بيعرف تفاصيل عن رسالتك يقرأ الليترشر ريفيو يفهم أهم النقاط ويعرف أهداف الرسالة. ممكن تحتاج توضح لهم بعض المعاني إذا كانت صعبة أو متعلقة بتخصصك، بس مش مفروض تشرح لهم كل إشي قبل ما تطلب منهم يقرأوا. مفروض كتابتك تكون واضحة ومتسلسلة ويفهموا منها. بعد ما تجمع الاقتراحات وتعرف شو كان واضح وشو كان صعب الفهم، بدك ترجع تقرأ الدرافت وتعدل عليه. ممكن برضو تطلب من حدا معك باللاب يقرأ ويعطيك رأيه وأي ملاحظات. بعد التعديلات بتبعته لمشرفك. بعد ما توصلك التعديلات او الملاحظات من مشرفك بدك تعدل وترجع له اياه. ممكن تحتاج تبعتها اكثر من مره وكل مره يرجع مشرفك بتعديلات جديده. مهم جدا انك تتبع اقتراحات مشرفك وما تاخذ الموضوع شخصي او تتجاهل اي مقترحات. الخلاصه بخطوه الكتابه بدنا نحدد الاوتلاين، نكتب كل شيء عندنا بدون ما نحكي الهم الكمال او البرفكشن، نغيب يومين نرجع نقرا الدرافت ونعدله، نعطيه لصديق أو حدا من العيلة يقرأه نعدله، نعطيه لحدا من اللاب يقرأه نعدله، نعطيه للمشرف يقرأه نعدله. بعد كل هاي التعديلات مفروض يكون عندك literature review مرتب وواضح متسلسل سهل الفهم إن شاء الله. حكينا اليوم عن 3 خطوات رئيسية لكتابة مراجعة الأدبيات أو literature reviews. بتمنى تكونوا استفدتوا. إذا عجبكم الفيديو ادعموا قناتي واعملوا سبسكرايب وابعثوا الفيديو لأي حدا ممكن يستفيد منه. موفقين يا رب.